أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من برنامج الأطباء. يعني إيه تكوني بنت شابة بتموتي من الألم ومحدش يمد إيده ليكي بالمساعدة؟ هل ذنبك إنك في مجتمع ثقافته خاطئة بيحكم إنه ما ينفعش تكوني بنت وتروحي لدكتور نساء؟ المشكلة للأسف بتبدأ تتفاقم عندك والألم بيزيد في بطنك وفي ظهرك، جايز جدا كمان يحصل لك نزيف، لدرجة إنه إهمال المشكلة كمان ممكن يؤدي لحدوث عقم وتأخر في الحمل بعد الزواج. متخيلين حضراتكم أن حوالي 15% من النساء سواء كانوا بنات أو سيدات متزوجات بيعانوا من مشكلة بطانة الرحم المهاجرة. أغلب الحالات دي كان بيتم اكتشافها بالصدفة من قبل الأطباء مع الكشف والتشخيص بسبب تأخر الحمل. دورنا هنا في الأطباء إننا نوعي حضراتكم ونناقش كل المشاكل دي وإزاي نكتشف المرض ده ونشخصه من بدري ونعالجه. هنعرف كل ده مع ضيفي الكريم الغالي عليا جدا جدا ومن الأسماء الكبيرة واللامعة والمتميزة في عالم النساء والتوليد، دكتور عبد اللطيف سويلم، أستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري ورئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة للخصوبة. دايما حضرتك منورنا، اهلا بيك معانا. في البداية احنا بنتكلم عن بطانة الرحم المهاجرة، يعني المصطلح غريب وبيستوقفني وبيستوقف كتير من مشاهدينا. يعني ايه بطانة رحم مهاجرة؟ هو بطانة الرحم دي اساسا موجودة فين في الرحم؟ المفروض ان هي موجودة في تجويف الرحم. بطانة الرحم دي هي اللي بتستقبل الجنين، لو ما فيش جنين هي اللي بتنزل مع الدورة الشهرية. تمام. ولكن بطانة الرحم دي اللي موجودة في تجويف الرحم، اللي بتبطن تجويف الرحم، احيانا لقيوا ان هي ممكن تبقى موجودة في اماكن اخرى في جسم السيدة، تبدأ من عضلة الرحم، وممكن يبقى في المبيض، ممكن تبقى في الحوض، ممكن تبقى في المثانة، ممكن ما بين المستقيم وبين الرحم، وهكذا في اماكن كثيرة. ولكن اكثر هذه الاماكن اللي هو المبيضين وخلف الحوض وعضلة الرحم. ده المكان الطبيعي لبطانة الرحم الطبيعية؟ لا، ده مش المكان الطبيعي. ده لما تبقى موجود فيها يبقى هي هجرت من المكان ده وصلت للمكان الآخر. ولكن يعني دي اللي حضرتك قلتها، دي الأماكن اللي بيتم الهجرة ليها، اللي هي المشكلة جدا. عندها مشكلة بالظبط جدا. لكن البطانة الطبيعية، موجودة جوه تجويف الرحم. تمام. اللي ربنا عملها عشان تستقبل الجنين. تمام. ولو ما فيش جنين بتنزل الدورة الشهرية. ده مصطلح بطانة الرحم المهاجرة. بالانجليزي هو كلمة واحدة بس اسمه اندومتريوزيس، ممكن يقولوا عليه تغدد، مرض تغدد الرحم. المهم يعني هل له اسباب؟ له اسباب، ولكن اسبابه الى الان مش معروفة على وجه الدقة، لكن كلها نظريات. يعني حاجة تشخصها ايه؟ عيب خلقي وراثي؟ يعني لا، مش يعني قد يكون فيها عامل وراثي، قد يكون فيها عامل من التغذية، قد يكون فيها عامل بأنه مشاكل أخرى، يعني نظريات كثيرة، مش هو ده الأساس يعني. ولكن لها أعراض زي ما سيادتك قلتي، أهم عرض أنه يبقى فيه ألم مع الدورة الشهرية. طب أي واحد عندها ألم مع الدورة الشهرية؟ ده سؤالي، هل كل الألام؟ بالضبط، لا طبعا. ألام البطانة الرحم المهاجرة ممكن تيجي قبل الدورة مباشرة وتستمر طول أيام الدورة الشهرية. تمام. يبقى هنا لازم يبقى فيه شك إنه في بطانة رحم مهاجرة. حضرتك بقى تفرق ليا ولكل النساء طبعاً والبنات ما بين ألم البطانة المهاجرة وما بين الألم الطبيعي اللي أحس إن أنا إنسانة طبيعية كده ما عنديش بالزبط مشاكل. لكن في واحدة ممكن يبقى في ألم قبل الدورة الشهرية، وأول يوم بعد ما بتنزل الدورة الشهرية خلاص راح الألم تماما. تمام. لا، ده ما اقدرش اقول ان دي بطانة رحم مهاجرة. تمام. عشان ده كده هيبقى كل الناس عندها بطانة رحم مهاجرة. لا، ما ينفعش كده. ولازم اللي يشخص دكتور. وزي ما قلت لحضرتك انه بطانة الرحم المهاجرة في تشخيصها بيعتمد على الاعراض. في بعض الناس ممكن يبقى عندهم بطانة رحم مهاجرة ولكن مش مدية اي اعراض اطلاقا. نعمل موجات صوتية نلاقي بطانة الرحم المهاجرة دي في المبيض،
على هيئة أكياس موجودة، أكياس دموية، ممكن لها درجات كثيرة في المبيض وهكذا. ولكن أهم حاجة اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة إنه بطانة الرحم المهاجرة اللي موجودة في عضلة الرحم. هذه البطانة إزاي أشخصها وإزاي أعالجها؟ تمام. أشخصها بالموجات فوق الصوتية ممكن، وخصوصا الموجات فوق الصوتية المهبلية، وممكن أشخصها بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد، وممكن أشخصها بالرنين المغناطيسي. دي التشخيص بطانة الرحم اللي في عضلة الرحم. طب هل بطانة الرحم اللي في المهاجرة اللي في عضلة الرحم تؤدي إلى أو تؤثر على خصوبة أو على عدم الحمل؟ ده سؤالي التالي، هل ممكن تأثر على الإنجاب أو على الخصوبة بتاعت السيدة؟ طبعا بتأثر. تمام. وبتقلل من نسبة الحمل وتزود نسب الإجهاض. يبقى إذن لابد ليها من علاج. هل العلاج ده يبقى جراحي ولا طبي؟ أساسا هو طبي، ونستبعد الجراحي. بعض العقاقير اللي بتتاخد ممكن عشان تمنع الدورة الشهرية، وبالتالي لما أمنع الدورة الشهرية بقى أنا بمنع التبويض، يبقى بمنع الهرمونات اللي بتغذي هذه البطانة اللي موجودة في الأماكن الغريبة دي. يعني علاجها هرموني بالضبط، أدوية تتاخد، وقد يكون هرموني وقد يكون بعض العقاقير الأخرى الغير هرمونات يعني. وبالتالي بتموتها، وأدي فرصة للحمل والتنشيط. حدث حمل أهلا وسهلا، ما حصلش حمل يجوز أن أنا أدي هذه الأدوية وأعمل تلقيح صناعي. فشل ممكن أبدأ أعمل حقن مجهري لهذه السيدة. طيب علشان أعمل حقن مجهري لهذه السيدة، إيه نوع التنشيط اللي أختاره في الحقن المجهري علشان تديني أعلى نسب حمل في هذه السيدة؟ لازم أختار البروتوكول المظبوط، وأهمهم البروتوكول اللي هو بنسميه لونج بروتوكول. ليه؟ بمعنى إيه؟ لأنه ده في عقار إحنا بنديه، ده أساسا بيثبط أو بيمنع التبويض تماما، فبالتالي أنا موت البطانة المهاجرة اللي في عضلة الرحم، وأبدأ أدي تنشيط من الخارج، بطلع بويضات، ولكن أنا ما مأثر على بطانة الرحم اللي موجودة في الرحم، وبالتالي ده يديني أعلى نسب نجاح في هذه السيدة. ممكن أعمل الحقن المجهري مرة واثنين وثلاثة في هذه السيدة، في ناس كتير فيهم بيحدث حمل وبتم الحمل طبيعي والأمور بتمشي كويسة، ولكن في بعض الحالات اللي لا تستجيب اطلاقا وما يحدثش حمل. طب اسباب عدم الاستجابه إيه؟ بيكون ايه؟ قد يكون انه المرض منتشر بطريقه جامده في عضله الرحم، وبالتالي مانع الدم انه يوصل لبطانه الرحم الطبيعيه، وبالتالي مفيش تغذيه كويسه للجنين اللي احنا بنحطه داخل تجويف الرحم. في الحالات دي قد نلجأ للجراحة. هذه الجراحة اللي أنا بحافظ فيها على عضلة الرحم، ولكن الجراحة دي آخر خطوة، آخر خطوة، ولازم تبقى في حاجة محدودة جدا جدا، لكن مش أول لاين. أول واحدة تيجي أقول لها لا لازم لك عملية وكده، لا طبعا، ده بيكون آخر مرحلة، آخر مرحلة، لأنها دي عملية معقدة شوية. هذه العملية بتعتمد على أن أنا بفتح الرحم وأطلع البطانة دي منه، من عضلة الرحم، فبالتالي أي عملية في العضلات، وعضلة الرحم دي عضلة من ضمن العضلات، بتضعفها. يبقى لازم برضو وأنا بتناقش مع السيدة دي أقول لها احتمال لما يحدث حمل ممكن يحدث انفجار في الرحم. بشكل سريع دكتور، آخر سؤال، في البنات الصغيرة اللي هي لسه يعني ما تزوجتش، فهتقدر بقى تكتشف من خلال الحمل وكده، تقدر تكتشف حاجة زي كده وممكن نعالجها؟ طبعا نعالجها ان احنا نوقف الدورة الشهرية. تمام. لفترات معينة، يقوم المرض ده لا يتفاقم
وبالتالي احنا بنحافظ على خصوبتنا. للاسف يا دكتور انتهت حلقتنا، بشكر حضرتك جزيل الشكر ونورتنا. بشكر الدكتور عبد اللطيف سويلم استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري ورئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه للخصوبه. انتهت فقرتنا مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم على طيب المتابعه، الى اللقاء.